كلها قاعده تسكر، كل شيء دخل العبوسات وكل ولد خايف، ما خلى شيء. هذا الانسان يحب يرد طول الصحراء وردها صحراء هي تو. خليني نقرا ما جزء من التقارير السلبية استاذ بشر. مهم انه يحيد على التقارير الدوليه، ثم انتقادات مش ناقه الله وسقياها التقارير الدوليه، ولكن هذه منظمه دوليه. هاو في تقريرها السنوي اعطينا الصوره نتاع هيومرات سواتش حول تونس، تقول لك استمر الرئيس قيس سعيد في ممارسه سلطه شبه مطلقه بعد ان القى تقريبا جميع الضوابط المؤسسيه على السلطه التنفيذيه. يتمتع المجلس الجديد الذي انطلق في العمل يوم 13 مارس بسلطات اضعف بكثير بموجب القانون الجديد. حكايه قالت انه فكك السلطات فعليا، فكك حركه النهضه اكبر حزب معارض للبلاد، سكرها مقراتها النهضه، فرض السلطات ما لا يقل عن 12 منع سفر على خلفيه التحقيقات الجنائيه من المعارضين والمنتقدين المفترضين مثل رئيس هيئه الحقيقه والكرامه سامي سدرين وعضو برلمان سابق زيد الغناي في قيد حريته في القتل النقل. استمرت جهود سعيد، هذا اللي يهمنا في القضاء، استمرت والتقرير دائما لهيومن رايتس واتش مش هذا، اعطي تقرير هيومن رايتس واتش. استمرت جهود سعيد لتقويض استقلال القضاء حول تجاهل حكما صادر عن المحكمه الاداريه، ذكرت بالحكم الصادر عن المحكمه الاداريه الذي قضى بارجاع القضاه المعفيين باجواء 22 57 قاضي، هم القضاء الإداري حكم 49 اللي قدموا له بإرجاع القضاة ووكلاء الجمهورية 49 الذين فصلهم تعسف. الكلام مش ليه، كلام هيومن رايتس واتش في يونيو حزيران 22 إلى مناصبهم. يواجه ما لا يقل عن 27 محامي تهم ميدانية وعسكرية بما فيهم سيادتك أستاذ بشر على سبب تحركات خاضوها الدفاع عن موكليهم أو التعبير عن آرائهم، عميد كيلاني أستاذ بشر وعديد المحامين. هذا الصورة كما نقلتها هيومن رايتس واتش. اربط لي استاذ نقطة مهمة وردت في تقرير او بيان جمعية قضاة تونسين، القضاة اللي تم ايقاف العمل عليه الان قضاة النيابة العمومية، قطب الارهاب، تو انت هم مهتمين بقطب الارهاب ايش قوم الارهاب تعزلهم، وقطب القضائي والمالي. اي ربط بين عزل قضاة او ايقاف العمل ووقف رواتبهم قضاة النيابة العمومية وبين شانتي، الشانتي تونس يقول شانتي نتاع قضايا التامر العام الدولي هذه؟ ما عادش عندنا مهمه معناها في تونس، مو على كارت الارهاب ما عادش ثم، والفساد المالي ما عادش، الفساد المالي ولا يحكموا فيه العسكر والبوليسيه وعمل قانون صلح جزائي، والارهاب ما عادش لانه على كارت ما عادش اللي كانوا في ينزلوا على الفلس يعملوا الارهاب ويغتالوا واحد بطلوا تو ولاوا في المسار، ولاو مع المسار مع قيس سعيد، ولانه قيس سعيد من المنظومه اللي عملت الاغتيالات في تونس واللي خطط للانقلاب على الثوره. وبذلك ما حشتهم بقضاة لا 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 ليكافحوا الارهاب او ليكافحوا الفساد، بل ليكافحوا كل نفس حر في تونس يقف دفاعا عن كرامتهم وعن استقلالهم وعن حريه الشعب التونسي وعن خبز الشعب التونسي. هذوما الكل ما عادش نحبوا اصواتهم، نحبوا الشعب الدليل في تونس ياكل العصا ويسكت، يموت بالجوع وبالفقر، وكان لازم يمشي يفسد باش يعيش عائلته، المراه ولا الرجل. هذه الصوره اللي يحبوا يردوها النمطيه في تونس. ما نحبوش ناس حره وناس تتكلم في الحق وناس تدافع على الضعيف وتدافع على ها قلت معركة تحرير البلاد من الفساد والإفساد إلى أين وصل؟ لحظة أستاذنا يا أخويا، هو معركة تحرير أنت تسميها معركة دون كيشوت مصارعة طواحين الهواء، يقول لك معركة تحرير بعد عامين نصف البيلون أنت عامين نصف قديش من فاسد خرج لنا صحيح؟ نشوفوا نحن علاش نحكي لأنه الفساد داير بيه، ولا الفساد عنده هو هاو في الدار، كما قلناها قبل هاي في الدار، هاي مرته تاخذ 6 ملايين من فلوس الشعب التونسي من مال العام وقاعده في الدار وهي مرت رئيس. معلومه ثابته ولا تخمين؟ وهل مازال متواصل يا استاذ؟ اكثر من ثابته، راني ما نتكلمش عن ننطق وعن الهواء، ما نتكلمش بالفارغ. يا تحديتها وقلتها انا برشا مرات تحديتها. ووقع معناها وقت اول ما عملنا انقلاب، ما وقع
بل الكلاب شوي وقع نقلتها الى سباقس وصارت وعمل وضغط على المجلس على القضاء وتدخل شخصيا ورجح لتونس، ومن بعد حطوها في مركز دراسات باش ما يفيق لها حد تجي ولا ما تجيش ولا كذا ولا رقيب ولا حسين. معقول رئيس جمهوريه استاذ استاذ عزيز استاذ رئيس جمهوريه زوجته في سباقس؟ ها؟ يعني رئيس جمهوريه في تونس ونبعثوا له زوجته في سباقس؟ طب معقول هذا؟ لا ما نبعثولوش، إذا يحترم روحه وتحترم هي روحها وتعمل مطلب في الإحالة على الدم مباشر بما أنها هي السيدة الأولى في تونس. نعم. فهمت؟ وهي خادمة الشعب، هي خادمة الشعب. تقعد في الدار ورجلها يخفي 30 مليون، هي ماهيش مستحق. ولا إذا تخدم، كي تحب تخدم، لازم تحترم القانون وتحترم النقل. وهي وقت اللي خذات النقلة لأنه القانون ما ينجمش يخليها في تونس لأنه ترقات إلى التعقيب ويلزم تنتقل سباقس ولا الى قفصه، يلزم النقله هذيك واجبه وقت الترقيه من درجه من خطه الى خطه ولا نعم درجه الى درجه نعم. يلزم النقله ما دام قاعده تخدم، هي وقت اللي كانت تخدم في تونس كانت تخدم ويحرصوا فيها اكثر من 100 عون متكلفه على الدوله 100 مليون. انت مرت رئيس تخدم في المحكمه كيحبوا يقتلوك، علاش تقتل في الشعب معاك؟ كيفاش نور المحكمة؟ الناس ولا تخاف باش تدخل المحكمة، محامين وقضاة وشعب وكل يدخل المحكمة وكلش عليهم داخلين الحبس. يعني أنت مرت الرئيس ما برا مشي وقعد في الدار. نعم. هي إذا تحب تخدم يلزم تخدم لا حراسة وتخدم تحترم مؤسستك وتمشي للنقلة نتاعك وتخدم في وقتك. هذه تو أنا نجيب محامي جاي الرفع بعد مرت رئيس. ايه انا ساعة نخلط مع القاضي ونوصفه بيمشي على الاوصاف كيما يحترمش الحق وما يحترمش كذا، نجي مرت الرئيس نتاع على قدرها هي، ما هي فوق السبوات وفوق كذا تقعد في دارها. شكون مازال عارفها مازال ينجم يعطيها تعليمات ولا كذا ولا يقول لها شبيك جيت مأخر ولا كذا وهي 100 بوليس داخله بها من الامر الرئاسي. نعم، يعني الاصل فيه هو ان اعطيني المواضيع الاخرى اللي قلت ثم شبهات كبيره وين؟ الفساد، معركة محاربة الفساد خاطر الشعب التونسي. تعيد وزير الاقتصاد محارب في قضايا ماهوش وزير هو وجابه جبته أنا مدير ديوان صحيح سابقا نفس الشيء مدير ديوان مدير ديوان مطلوب الانترفون نعم هو غيره يا أخي مش أمنيين عزلهم وحالهم وتوقفهم مش وزراء وقفهم وخدموا معاه واللي بابا يصفقوا له مش بابا الكل فساد العشية ذايا وغيره 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 مش حلوهم توا اللي شد وزير أملاك دولة وشد في الفترة الزهرية والفترة البيضاء واحد وهو كان سارق وكذا ويسرق وتولى يتكلم اللي يدافع على قيس سعيد كلهم مسخين اعطيني واحد يدافع عليهم ذيك. استاذنا احنا في المباشر ما نحاولوش نلقوا التهم احنا ما نثقلوش ميزاننا بالتهم على الاقل اسمح لي اما انت ذكرت العش لحظه انا اعطي المعلومه الدقيقه كثير لم يتهمهم الا بالتهم ايش معناه؟ معناه انظاف انت عندك الشيخ ما كان ولا 27 الف مليار ربي يخلص وحده نور الدين البحيري مش كان 1500 مليار ما لقاوهمش سوا في ثلاث سنين ما لقاوش قضيه نتاع فساد يعملوها لهم يا ناصر لانه منظاف وهو المصق استاذنا والشعب التونسي الشعب بوهالي يحب يسمع ويحب الكذب يحب يسمع الكذب يموت يشيخ كي يسمع الكذب ويسمع النميمه ويشيخ كي يتشمت يعني الاستاذ البحيري الى حد الان استاذنا 10000 وينهم السلطه الى الان انت متابع يا استاذ يا استاذ اختيار وعجزت كل شيء وعملت كل شيء يورينا اعطينا الفلوس اللي ناحيته لماذا الكذب؟ حرام تهمتوا العباد وفي الاخر لقيتوا لهم التهم بتاع تبويه بتاع بابا ارهاب وبتاع التصوير وين علي العريض الديامونت؟ علاش الكذب؟ ها واللي يلزم يسمعوا الشعب التونسي، الشعب التونسي فيق فيق راهو الناس ولات فرحانه بقيس سعيد باش يذلك لانك تسحق تسمع تكلم كلمه حق حرام عليك سعيد اخرج يا شعب تكلم كلمه حق
يكذبوا وعنده 3 سنين يحكم والعسكر نتاعه والقضاء نتاعه والامن نتاعه وكل شيء نتاعه وكلهم الوزراء نتاعه والدنيا الكل نتاعه. ما كانش حتى قضيه يعني نسب فيك ليل ونهار وعشيه وصباح. استاذ بشر المعلومه المعلومه تو محالين عن قضايا التآمر. ما عادش الناس تحكي في الاعلام، ما عادش يحكيوا على نور الدين البحيري، ما عادش يحكيوا على علي العريض، ما عادش يحكيوا على رشد الغنوش، يحكيوا وين بلاتوات الاعلام العار يحكي يتكلم كلمه حق. ونحن رانا في بالنا سراق وفي بالنا كذا طلعوا انظاف وشرفاء. لم يثبت. اجبني يا استاذ 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 اجبني. هذاك الله البحيري اللي حكى في المباشر قال هو زوجته عنده مش عارف 70 مليار مش عارف 11 مليار، ما ثبتش عليه حتى فساد، ما هو كان مسيطر على عدل وسموه وزارة البحيري ما ثبتش؟ وين؟ واعطينا قضية واحدة، قضية واحدة اتهم ما فيها البحيري ولا علي العري ولا براج الغنوسي بالفساد، اعطيني. ولا عبد الحميد الجلاصي ولا ناس مساكن في الحبس ظلما وبهتانا بتعليمات أجنبية وبتعليمات إماراتية مصرية. يقول له حرام عليك قدام ربي والشعب التونسي، حرام عليك. شعملوا لك؟ نحاولك فلوسك، نحاولك رزقك. اعطينا قضية واحدة فيهم في الحبوسات. إذا كان عام واحد يا أستاذ بشر، عام كامل، عام كامل وفشلت السلطة في إثبات التهم هذه، هل هو يعني الدافع لأنه ثم إحالات جديدة؟ تو كما حكينا على سي غاز الشواشي وسي جورهم مبارك تبقى المسمار 54، يعني محالين في قضية التآمر حسب والد سي جورهم مبارك سي عز الدين حاسقي أعتقد في لقاء سابق معنا قال مرة واحدة التقى ولدقائق معدودات التقى قضية التحقيق، ومن بعدها يتم التمديد الاحتفاظ به 4 شهور ضد 4 شهور، يعني الآن عطوه سلة جديدة من التهم هكا. يا ودي أنا نتحدى ثم ضغوط كبيرة وتفضحوا كل ما يتفضحوا في ملف يخلقوا ملف جديد. معناها أنت قضية تهم، معناها تهم، قال تهم راهي تهمة لا غير موجبة لي لإيقاف. ما هي وزيرة العدل هذيا البوها لي هذيا يا بابا. وزيرة العدل قالت كل الموقفين عندهم تهم. أنا استنتي، أنا متهم وزيرة العدل بالسرقة وثابت ورجلها مرتشي وطردوا بن علي من القضاء، وهي كانت شريكه نتاعو ومن بعد ولات تطبق في تعليمات بن علي وكما تطبق تو في تعليمات قيس سعيد ورضى عليها وخلاها وعزل رجل ومتحيل ومدلس و انت في المباشر. انا تمت انا شباب ماهيش في الحبس. قيس سعيد سارق شباب ماهوش في الحبس. ماذا سرق سعيد؟ ماذا سرق سعيد؟ خايف سعيد شكي بي انا من اجل السرقه، الساعه بعت لي البوليسيه سرقوا لي بيروت. سرق هو عارفه وشريكهم في السرق. خايف سعيد سرق الشعب التونسي، رفع في الميزانيه نتاعو 204 مليون وقت الشعب التونسي يعاني في الجوع، يسرق في مال الشعب التونسي. ما يحكي على الاقتصاد والظروف نرموه تقش. خايف سعيد مرته تخدم تاخذ في 6 ملايين وهي في الدار وتتمتع بفلوس وسيارات الدوله. سارق هذا سارق عندي انا. تخدم ولا في الدار يا استاذ بشر؟ يسرق في المال يا استاذ بشر. يعطي نحي في الفارينه وينحي في القهوه والسميد والسكر وواحد للشعب التونسي ويعطي فيه للعسكر ليرضى. استاذ بشر تو منذ قليل قلت اسمح لي عادي اسمح لي استاذ بشر، منذ قليل قلت استاذ شو اسمه زوجة الرئيس، زوج الرئيس تدخل محكم ب 100 سياره، يعني تخدم هي؟ تخدم باب الحراسه نتاع الرئيس نتاع الشعب التونسي. هذيك مش مال الشعب التونسي مهدور، هو كي يمشي بمية كره بالبنزرت واحد مش مال التونسي هذاك كل ما يتنقل ضرورة أمنية. روما استاذ بشر به